مرحبا. سامعين بالطلاقة الشفهية؟ هي القدرة على تسمية كلمات معينة بفترة زمنية محددة. لهيك اليوم رح نتعرف سوا على لعبة اسمها سباق الكلمات يلي بتساعد على تحسين هيدا المهارة. بهيدا اللعبة مثل ما اسمها بدل بدنا نكون عم نسمي أكبر عدد كلمات بينتموا لها مجموعة معينة أو بيتضمنوا صوت أو حرف معين. ولحتى تكون سباق الكلمات مناسبة لكل الأعمار رح تنقسم لمرحلتين. بأول مرحلة كل يلي علينا نعمله هو إنه نقي موضوع ونعطي كل الكلمات يلي بينتموا لهيدا الموضوع. مثلاً شو هن المكونات يلي منحطن على البيتزا؟ أو شو الأشياء يلي منعملها الصبح؟ فيكن تسموا غراض تقيلة؟ وبالتالي منكون عم نشجع الولد حتى يسمي كلمات متنوعة منها الأسماء، الأفعال والصفات. حتى نشجع الأولاد على احترام الأدوار فينا نكون عم نكب لبعض طابة، واللي معه الطابة هو بس يلي بحق له يقول كلمة. وللأولاد يلي بيقولوا لنا هيدي سهلة أنا بعرفهم كلهم، طيب شي مرة جربتوا تعيروا دقيقة على التليفون وتشوفوا كم كلمة فيكن تقولوا بهيدي دقيقة؟ من الطرق يلي فينا نستعملها حتى نساعد الأولاد يسموا أكبر عدد ممكن من الكلمات هي الحزورة. مثلاً منقول له صح هو شي منحطه على البيتزا بس لونه أصفر، بحب يأكله الفار، ببلش بالج. شو هو؟ صح، جبنة. من بعدها فينا نطلب من الولد يسمي لنا غير كلمات ببلشوا بالج مثل جرس، جبل، وجرافة. بما أنه هيدي اللعبة كتير سهلة وما بتتطلب كتير من الأغراض فينا نكون عم نلعبها بالبيت مع رفقاتنا أو حتى إذا عم نعمل كزدورة بالسيارة. بتاني مرحلة فينا نستفيد من سباق الكلمات مع الولاد الأكبر يلي هن بمرحلة القراءة والكتابة. لهيك رح نستعمل ورقة وقلم أو لوح، وهيدا الموضوع يلي بده يكتب عنه الولد بس ما عم بيلاقي أفكار. مثلا ذات يوم ذهبت في رحلة إلى الطبيعة، أسرد لنا ما حدث. بنفس الطريقة فينا نكون نحن والولد عم نفكر بكل الكلمات يلي بينتموا لموضوع الرحلة. إذا نحن لقينا كلمة بنكتبها وهو بيقريها، وبالعكس إذا هو لقى كلمة بيكتبها ونحن منقريها. وبالتالي بيكون الولد عم يتذكر كل الكلمات يلي بينتموا لموضوع الرحلة، عم بيرتب هول الكلمات وعم بحطهم بجمل حتى يسرد الأفكار ويكتبها. وهيك تمرين الطلاقة الشفهية بيساعد الأولاد حتى يلاقوا كلماتهم بشكل أسرع على صعيد اللغة المحكية، بيساعدهم حتى يعبروا عن أفكارهم ويرتبون بشكل أوضح على صعيد اللغة المكتوبة. وأقولكن بسباق الكلمات مين رح يوصل لخط النهاية بالأول؟